الزمالك أرسل درع الدوري للأهلي في كيس قمامة. هذا ما تم تداوله بعد انتشار صورة في الفترة الأخيرة لدرع الدوري وهو مرسل للنادي الأهلي في كيس أسود الذي يتم استخدامه لجمع القمامة. وقد أثارت هذه الصورة غضب جماهير القلعة الحمراء وقالوا إن الزمالك فعل ذلك ليرد على صفقة إمام عاشور. فما حقيقة إرسال درع الدوري للأهلي بهذه الطريقة المهينة؟ ده دلوقتي اللي هنوضحه لحضراتكم في تغطيتنا. اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول نشطاء صورة لدرع الدوري وهو يصل إلى استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي وحرس الحدود، وقد تم وضعه في كيس أسود من الأنواع التي يتم استخدامها لجمع القمامة. وتسببت هذه الصورة في حالة غضب شديد بين جماهير النادي الأهلي، ووجهوا اتهامات لنادي الزمالك بأنه لجأ لهذا الشكل المهين رداً على صفقة إمام عاشور. ولكن رابطة الأندية المحترفة المسؤولة عن تسليم درع الدوري للنادي الأهلي وضحت حقيقة الأمر، وقالت في بيان ليها إن هذا كلام ليس له أي أساس من الصحة، فدرع الدوري متواجد فعلا في استاد القاهرة الدولي منذ الثلاثاء الماضي لتسليمه إلى الأهلي بعد مباراته مع نادي حرس الحدود. وقد انتقد الإعلامي أمير هشام لقطة وصول درع الدوري المصري إلى استاد القاهرة في كيس قمامة من أجل تسلمه للنادي الأهلي المتوج به، وقال إن لقطة وصول درع الدوري في كيس قمامة تعتبر أسوأ لقطة بالموسم بالكامل، والأمر محزن جدا إن يكون آخر نسخة لدرع الدوري التاريخي يظهر بهذا الشكل المهين. أما الإعلامي تامر أمين فكشف عن تفاصيل وضع درع الدوري الممتاز في كيس بلاستيك أسود، وقال إن رابطة الأندية هي المسؤولة عن تسليم درع الدوري إلى النادي الأهلي، في وإنه كمان قام بالتواصل معهم وأكدوا صحة الصور المنشورة، وأوضحوا إن الأسباب التي أدت إلى وضع الدرع في الكيس البلاستيك الأسود هي إن درع الدوري كان موجود بالفعل في استاد القاهرة الساعة 1 ظهرا استعدادا لتسليمه للنادي الأهلي عقب مباراته مع نادي حرس الحدود، وفي حوالي الساعة 6 مساء تم طلب نقل الدرع إلى المقصورة الرئيسية للاستاد ليسهل طبعا تسليمه إلى النادي الأهلي. وقتها كان الاستاد ممتلئا بالجمهور، ولرغبتهم في عدم التفاف الناس حوله علشان يتصوروا معاه كانت الفكرة بإخفاء الدرع في كيس أسود حتى يتم نقله دون ملاحظة أحد. وقد تعادل الأهلي أمس أمام حرس الحدود في ليلة الاحتفال بالدوري 1-1 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي في الجولة 33، وأحرز محمود كهربا هدف التقدم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72، وأدرك حرس الحدود التعادل في الدقيقة 80 عن طريق خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي بالخطأ في مرمى، وأنقذ حارس حرس الحدود مرمى من انفراد من بيرسي تاو بعد تسديدة قوية في الدقيقة 6، وكمان ألغى هدفاً لصالح الأهلي عن طريق محمد شريف بداعي التسلل بعد تدخل من الفار في الدقيقة 11. وعن تفاصيل المباراة، فالأهلي بدأ بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في خط الدفاع، وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج في خط الوسط، وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا في خط الهجوم. وفي أجواء حماسية أراد الأهلي إنهاء المباراة مبكرا، وكاد أن يفعلها في الدقيقة 11 عندما سجل محمد شريف هدفا، ولكن تم إلغائه بداعي التسلل حيث استلم شريف تمريرة هاني البينة لا يسدد الكرة شباك الحرس بهدف غير محتسب. بعدها بحث الأهلي عن الهدف الأول فنشط حسين الشحات في أكثر من محاولة، في إحدى المحاولات تبادل لاعبو الأهلي الكرة ووصلت لديانج الذي هيئها لكهربا،
وقد سدد بقوة إلى أن حارس حرس الحدود أبعد أو طبعا تصويته. ثم زاد الهدوء النسبي على أجواء اللقاء وارتفعت وتيرة الكرات المشتركة بين الفريقين، ونجح الحرس نسبيا في إخماد محاولات الأهلي الهجومية، ووصل اللقاء للدقيقة 30 وهو على نفس الحالة التي بدأ بها بالتعادل السلبي بين الفريقين. وقد تكرر قوة لاعبي الأهلي في مصيدة التسلل على الرغم من التدرج السليم بالكرة وتبادل المراكز بين كهربا ومحمد شريف وتاو والشحات، إلى أن اللمسة الأخيرة والتحرك النهائي في الهجمة. طبعا وأهدر محمود عبد المنعم كهربا هدفا على الرغم من انفراده بالشباك بعد تهيئة الكرة برأسية من بيرسي تاو، إلى أنه سدد الكرة أعلى العرضة بغرابة، وفي محاولة أخرى خطيرة أهدر الشحات فرصة جيدة بعد إرسال محمد هاني عرضية على رأس الشحات، ولكنه لم يستطيع توجيهها بشكل سليم لتذهب بعيدا عن الشباك وعن المرمى. نكمل مع حضراتكم ونقول أنه كمان استمر الوضع دون جديد في الدقائق المتبقية لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، أما الشوط الثاني فبدأ بشكل هادي على نفس وتيرة نهاية الشوط الأول، وتقريبا غاب التطوير الهجومي المنتظر من جانب لاعبي الأهلي، لذلك قرر السويسري مارسيل كولر إجراء 4 تغييرات بنزول مروان عطية وأحمد قندوسي ومحمد مجدي أفشة وخالد عبد الفتاح بدلا من أحمد نبيل كوكا وإليا ديانج ومحمد شريف وأيضا محمد هاني. وحاول مروان عطية التسجيل فور نزوله بعدما قام بالتسديد 2 مرات متتاليتين، إلى أن تصويبته فعلا أخطأت طريق المرمى. وفي الدقيقة 71 نجح محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل الهدف الأول بعد محاولة حسين الشحات الاختراق داخل منطقة الجزاء، وبعد سقوطه ومحاولة أخذ الكرة منه وصلت لكهربا الذي سددها بيساره لتسكن شباك الحرس. بعدها سجل الحرس هدف التعادل في الدقيقة 80 بعدما أخطأ خالد عبد الفتاح في إبعاد كرة عرضية ليسددها شباك محمد الشناوي. كاد الرد أن يأتي سريعا عن طريق أحمد قندوسي في تسديدة قوية إلى أن الحارس أبعدها بنجاح، وأهدر أحمد عبد القادر فرصة هدف محقق برأسية أخطأت طريق المرمى. كما سجل أيضا محمود عبد المنعم كهربا هدفا في الدقيقة 97 من ضربة رأسية مستغلا ضربة ركنية تم تنفيذها في اتجاهه، إلى أن الهدف تم إلغائه بداعي لمسة اليد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي في بطولة الدوري. وقد بالفعل نجح إمام عاشور صفقة الأهلي الجديدة في امتصاص غضب جماهير الأهلي بعد الهتاف ضده في وقت سابق خلال إحدى مباريات الأهلي بالدوري الممتاز. وتوجه عاشور بعد نهاية مباراة الأهلي وحرس الحدود إلى مدرجات جماهير الأهلي ووجه ليهم التحية، وتبادلت الجماهير معاه الهتافات القوية والترحيب بعد أن كانت هتفت ضده ورفضت ضمه للأهلي. وقد باع الزمالك إمام عاشور في الشتاء الماضي لنادي ميتلاند الدنماركي مقابل 20 مليون عملة طبعا دنماركية، أما أي ما يعادل حوالي 93 مليون جنيه مصري، هو نفس المبلغ الذي اشترى به الأهلي اللاعب من النادي الدنماركي. وكان الأهلي قد توج في الفترة الأخيرة وأيضا يلقب بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه والثالثة في آخر 4 سنوات على حساب الوداد البيضاوي المغربي. وتأهل لكأس العالم للأندية بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فريق الوداد المغربي في مباراة الإياب التي جمعت بينهما على ملعب محمد الخامس، وحقق الأهلي الفوز على الوداد بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءين بعد الفوز في الذهاب بنتيجة 2-1 وتعادل في العودة بنتيجة 1-1،
وسجل يحيى عطية نجم الوداد الهدف الأول في مباراة العودة، بعد ذلك أدرك هدف التعادل مدافع النادي الأهلي محمد عبد المنعم، وبعد تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي أصبح سادس الفرق التي تأهلت لكأس العالم للأندية. خلينا كمان نقول لحضراتكم تفاصيل أكتر عن كأس العالم للأندية. فالنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية ستكون من 12 حتى 22 ديسمبر القادم بمشاركة 7 فرق من 6 قارات مختلفة. إلى هنا تكون انتهت تغطيتنا، طبعا بنقول ألف مبروك للأهلي وبنتمنى ليه كل التوفيق، ونشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.